نعم، يبقى مع سيادة العقيد. سيد الأسعد، بعد أن قادت تركيا يعني سلسلة من تطبيع العلاقات مع بعض من الدول العربية، لا سيما الإمارات العربية المتحدة التي كانت رأس حربة كذلك في الملف السوري، كان لها دور معين في دعم بعض الميليشيات في سوريا، في شمال سوريا، كما كان متعارف عليه من قبل عدد من مراكز الدراسات. اليوم تركيا بعد أن قامت بتطبيع علاقتها مع الإمارات العربية المتحدة، كيف ستنعكس هذه العلاقة التي عادت إلى طبيعتها بين البلدين كذلك على الملف السوري، لا سيما أن اليوم الإمارات كذلك لها دور كبير في التواصل مع نظام بشار الأسد؟ يعني تطبيع العلاقات الإماراتية مع نظام الأسد كذلك حصل في الآونة الأخيرة. أخي الكريم، يعني خلينا نتكلم بصراحة، هناك قصر فهم في الوعي السياسي لدى بعض الحكام العرب ولدى بعض الدول العربية عندما يقدمون الدعم السياسي والمادي والعسكري إلى نظام الأسد، فهذا يعني يذهب لمصلحة إيران من أجل تقوية إيران. اليوم النظام السوري هو عنده إيران رقم واحد، إيران تريد أن تحقق المشروع الهلالي الشيعي هذا أولا، وتريد أن تحقق الدولة الصفوية أو إعادة الدولة الصفوية من خلال الاستيلاء على الدول العربية وخاصة على دول الخليج العربي، هي تريد تدمير دول الخليج العربي والدخول إليها، وهذا الأمر هو موجود على أرض الواقع حاليا. وقد قال عن ذلك العاهل الأردني الملك عبد الله عندما قال بأن إيران تريد أن تحقق الهلال الشيعي، واليوم تصريحات حتى تصريحات الملك عبد الله هي في صلب ذلك عندما قال بأن وجود النظام السوري يعني عودة إيران إلى الحدود الأردنية، انسحاب روسيا من سوريا يعني أن تكون إيران هي البديلة على الحدود السورية الأردنية، عودة العلاقات بين تركيا وبين الإمارات وبين تركيا وبين السعودية وبعض الدول الخليجية الأخرى، أستطيع أن أقول بأنها لمصلحة الدول العربية 100%. الدول العربية يجب أن تعرف ويجب أن تعلم بأن لتركيا عمق استراتيجي مع الدول العربية، بالإضافة إلى أن الدول العربية لها عمق استراتيجي وعلاقة استراتيجية مع تركيا، والمصالح واحدة في مواجهة التدخل الإيراني الذي ترفرف أعلامه اليوم على 4 عواصم عربية: بغداد وعمان، بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وكل ذلك من أجل الاستيلاء على منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية وصولا إلى البحر الأحمر، وحاليا حتى مضيق باب المندب تقريبا هو بيد البوارج الإيرانية والزوارق البحرية الإيرانية، ولذلك هناك خطر كبير جدا على دول الخليج العربي ما لم يتم وضع يدهم بيد تركيا. اليوم هناك 3 مشاريع في منطقة الشرق الأوسط إذا أردنا وإذا لم نريد، هناك المشروع الصهيوني والمشروع التركي والمشروع الإيراني. المشروع الإيراني يريد الاستيلاء على الأرض والسيطرة على الإنسان في الدول العربية وخاصة في منطقة بلاد الشام والرافدين ومنطقة الخليج العربي، بينما المشروع التركي يهدف إلى إعادة العلاقات العربية التركية، إلى تمكين العلاقات الاقتصادية، إلى الدفاع عن الأرض والعرض، وكذلك من أجل حماية الحدود، وكذلك إبعاد كل العصابات الإرهابية الموجودة إذا كانت في الداخل التركي أو إذا كانت موجودة في الداخل السوري أو الداخل العربي بشكل عام. ولذلك عودة العلاقات الإماراتية التركية هو يعني محفل خير إن شاء الله سيكون وسينعكس إيجابا على سوريا وعلى الثورة السورية، وكذلك إعادة العلاقات بين السعودية وبين تركيا ستكون نتائجه إيجابية جدا، وخاصة بأن السعودية في الفترة الأخيرة أصبحت تتغزل نوعا ما بالثورة السورية وبالشعب السوري.